دعت وزاره الاسكان جميع المواطنين المنتفعين من الخدمات الاسكانيه واصحاب الطلبات الاسكانيه القائمه الى ضروره تسجيل بياناتهم الشخصيه ومعلوماتهم اللازمه في النظام الوطني للاشعارات الحكوميه اشعارات الذي تم تدشينه مؤخرا تنفيذا لقرارات اللجنه التنسيقيه برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء واوضحت الوزاره ان هذا النظام من قبل هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه والمتوفر على البوابه الرقميه لها هو المنصه التي ستباشر الوزاره من خلالها عمليه التواصل الالي مع المواطنين عبر ارسال الاشعارات اللازمه من تبهي تنبيهات هامه وطلبات خاصه بالشان الاسكاني وذلك في اطار التحول الرقمي ومواكبه الرياده في مملكه البحرين وتقدمها على صعيد استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنميه المستدامه وتطبيق افضل الممارسات التي تسهم في تحسين الاوضاع المعيشيه واسلوب حياه المواطنين والمقيمين في المملكه